أيها الإخوة الكرام، قال عليه الصلاة والسلام: إذا اقترب الزمان، يعني اقتربنا من قيام الساعة، كثر لبس الطيالسة، وكثرت التجارة، وكثر المال، وعظم رب المال بماله، وكثرت الفاحشة، وكانت إمارة الصبيان، وكثرة النساء، وطفف في المكيال. كثرة النساء في الأماكن العامة المقصود، في كل مكان، في كل وقت، في كل طريق، في كل سوق. ويربي الرجل جروا خير له من أن يربي ولدا، ولا يوقر كبير ولا يرحم صغير، ويكسر أولاد الزنا، حتى إن الرجل ليخشى المرأة على قارعة الطريق. ويلبسون جلود الضأن، الدبلوماسية، على قلوب الذئاب. أمثلهم في ذلك الزمان المداهن، يبدو لبقاً وذكياً وحصيفاً وعنده حكمة، المداهن الذي يبيع دينه من أجل دنياه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع. قيل له: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: من الناس إلا أولئك؟ يعني عاداتنا، تقاليدنا، ألبستنا، بيوتنا، احتفالاتنا، آلامنا، أفراحنا، مناهجنا، يعني مناهجنا الدراسية، على أزياءنا النسائية، على احتفالاتنا، على البروتوكولات. لا يمكن أن يقام فندق من نوع الخمس نجوم إلا ويبيع الخمر، لأنه هي منزلة بالقرآن. لأنه يعني إذا ارتدى الشباب هناك الثياب المرقعة، ارتدينا الثياب المرقعة، الثياب التي فيها حفر نرتديها نحن، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. تقليد أعمى. مصمم أزياء في بلاد الغرب يتحكم بنساء المسلمين، يكشفن عن عوراتهن، يكشفن عن مفاتنهن، لأن التصميم السنة هكذا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. لهذا الحديث معاني كثيرة، من بعض المعاني، وهذا التوجه في هذا المعنى لا يلغي المعنى التقليدي للحديث. يعني حينما يكون العلم من الغرب، والقيم من الغرب، والإتيكيت من الغرب، والرقي من الغرب، والدبلوماسية من الغرب، ونموذج الفنادق من الغرب، حينما يكون الغرب طاغياً على كل شيء، حينما يصبح نموذج الحياة الغربية مطبقاً في العالم كله، أغلق باب التوبة، لأن الذي يقلدهم يرى أن هذا هو الصواب. لماذا يتوب؟ الدين تخلف، الدين فقر، الدين جهل. أما الرقي والحضارة والتقدم والحياة العصرية نأخذها من عندهم. لذلك عند معظم المسلمين هوس في تقليد الأجانب، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، يعني تاجر مخدرات، بيوت وسيارات ومركبات، طائرة خاصة، تاجر مخدرات، الربح أكثر من 100,000 ضعف. يعني كيلو المخدرات من مكان زراعته يباع ب100,000 ضعف في مكان استهلاكه. هؤلاء الذين يعيشون على دماء الناس، تجار السلاح، هؤلاء الذين يروجون الفساد، 23 مليون موقع إباحي بالإنترنت، 400 محطة فضائية إباحية، أرباحها فلكية. من يدير هذه المحطات، ومن ينشئ هذه المواقع، ومن يدير الملاهي والنوادي الليلية،
طريق صغير في 90 نادي ليلي. أيها الإخوة، دخل فلكي، مركبة، قصر، بيت، سيارة، مكانة، علاقات عامة، شبكات، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ومن شدة البؤس على معظم الناس يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تمر الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر. وليس به الدين، وما به إلا البلاء. ولا تقوم الساعة، في رواية أخرى، حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. أخرجه مسلم والبخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أنس بن مالك: إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. ومن علامات قيام الساعة: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، يعني قد تصل إلى طرف الدنيا ب17 ساعة، بينما قد تصل في عهد النبي وأصحابه من المدينة إلى الشام ب2 شهر، الآن 17 ساعة من طرف الدنيا إلى طرفها الآخر. حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، وتكون الساعة كالومضة. تواصل إعلامي هذا. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، شردوا عن الله شرود البعير، ليس فيهم خير، ليس لهم عند الله وزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لهم صغار عند الله، سقطوا من عين الله، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، يبيعون دينهم بيمين كاذبة، ببيت مغتصب، بشركة مغتصبة. ومن أشراط الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام: أن يرفع العلم، وأن يظهر الجهل، وأن يشرب الخمر، وأن يفشو الزنا. ويقول عليه الصلاة والسلام: يكثر النساء، يعني أينما تحركت، في أي طريق سرت، في أي سوق دخلت، في أي منتدى حضرت، معظم الحاضرين من النساء. طبعاً إذا في وعي شيء جيد، إذا في نشاط مشروع أجود، إذا في عمل خيري أجود وأجود. أما إذا كان المكان مكان معصية، ومكان فجور، ومكان خلاعة، ورأيت النساء أكثر من الرجال، هنا الطامة الكبرى. ولا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، ينصب المديح على الأشخاص، يغمر الشخص بمديح لا يوصف ولا يعقل ولا يفهم، يمدح بعضنا بعضا بألقاب رنانة. ولا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، حتى يأتي أخي عيسى فيملأها قسطا وعدلا. يوشك أن لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتظهر الفتن، ويكثر الكذب، ويتقارب الزمان، وتتقارب الأسواق. النشاط الأول هو التسوق الأول. ودخلت امرأة إلى سوق كبيرة فقالت: يا إلهي، ما أكثر الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان، ما أكثرها. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن.
ولا تقوم الساعة حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها. مر النبي الكريم بقبر فقال صاحب هذا القبر: إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. سهرات فارغة، حديث، غيبة، نميمة، متابعة مسلسلات، نظر إلى العورات، التباهي، الفخر، يعني ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. جلسة بأكمل، كلام فارغ، تعليقات سخيفة، مزاح رخيص، تهجم، تقليد، محاكاة، سخرية، تعليقات لا يفعل شيئاً، لا يقدم ولا يؤخر، ينصب نفسه وصي على الناس، يقيم الناس، يوزع الألقاب عليهم، يوزع التهم، يكفر، يبدع، يشرك ولا يقدم شيئاً. هكذا مجالس المسلمين، إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله. وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله. والله حضرت مؤتمراً للأسرة، والله في هذا المؤتمر نخبة من علماء النفس والاجتماع في العالم العربي، والله الذي لا إله إلا هو. أول يوم كان فيه 8 محاضرات، واليوم الثاني 4، وما ذكر أحد كلمة الله، ولا الإسلام ولا الدين أبداً. موضوع الدين نحي جانباً عن قصد، غُيب الدين ولا أحد قال كلمة الله، مع أن الأسرة ألصق موضوع بالدين، ألصق موضوع بالإسلام. الآيات والأحاديث لا تعد ولا تحصى في توجيه الأزواج والزوجات أبداً. علم نفس، علم اجتماع، ونستورد العلوم من عالم إباحي ملحد. قد يأتي طبيب نفسي، بماذا ينصح الشاب المريض؟ أن يكون له صديقة، صديقة خارج نطاق الزوجية، هكذا تعلم هناك. إذاً لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، بأي لقاء، بأي اجتماع، بأي بحث، بأي ندوة لا يطرح موضوع الدين أبداً أبداً. ولا تقوم الساعة إلا على حثالة من الناس، هم بطنه، هم فرجه، هم المتعة، هم الرحلات، هم السفر، هم الوجاهة، هم الكبر، هم حوزة أكبر مبلغ من المال ليستمتع به، ولو بنى مجده على أنقاض الناس، ولو بنى غناه على فقرهم، ولو بنى قوته على ضعفهم، ولو بنى أمنه على خوفهم، ولو بنى حياته على موتهم. لا تقوم الساعة حتى تروى الأرض دماً، كل يوم بقع الدم بمساحات كبيرة، على السيارات، على الطرقات، بالمستشفيات، بقع الدم والقتلى، حتى تروى الأرض دماً ويكون الإسلام غريباً. لا تقوم الساعة حتى يكون كتاب الله عاراً. ألم يدنس في أمريكا؟ ويتقارب الزمان وتنقض عراه عروة عروة، يتهم الأمناء، يصدق الكاذب، يكذب الصادق، يكسر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، ويظهر البغي والحسد والشح، وتختلف الأمور بين الناس، ويتبع الهوى، ويقضى بالظن، ويقبض العلم، ويظهر الجهل، ويكون الولد غيظاً.